صباحية طيبة لكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان، نتناول في كل حلقة من حلقاتنا يعني مشاكل ويعني ملاحظات الناس، شكاويهم. لكن اليوم ردنا نخصص هاي الحلقة حتكون على موضوع اللقاح، لقاح الكوفيد 19 أو لقاح يعني اللي حاليا الناس يمكن خايفة تلقح واللي مدى نعرف الأسباب. الناس كلها اليوم اللي تسأله أكو يقول لك إيه لقحت وكان الموضوع سهل، تجربته يحكي لك. موضوع الكورونا اليوم بدأت يعني الأعداد في تزايد، بدأت إصابات تظهر عندنا يعني نوعيات مختلفة، حالات الوفيات أيضا في تزايد، أعداد الإصابة في تزايد. لذلك إحنا اليوم عندنا طريق واحد وهو اللقاح. اليوم إحنا كإعلام لازم نكون جزء من الثقافة الصحية للمجتمع، وثقافة المجتمع تجي من ثقافة الفرد يعني بالجانب الصحي. لذلك كل مواطن اليوم لازم يكون يعني من حقه أن يكون على علم واطلاع على موضوع اللقاحات وشنو اللي راح يأخذه بجسمه، مثل أي مواطن بالعالم يسأل ويتابع، ممكن أونلاين، ممكن يسأل الطبيب الخاص، ممكن يسأل العيادة اللي بمنطقته. في كل دول العالم المواطن ما يأخذ اللقاح إلا ما يكون متأكد، وللأسف يعني أكو عدة أسماء وإحنا ما نعرف هل هي هذه أسماء الشركات هو عبارة عن صراع تجاري، عبارة عن حرب اقتصادية. بالنهاية المواطن البسيط هو اللي ممكن يعني يروح ضحيتها. أقصد من الجانب المادي. الجانب الصحي هي كل اللقاحات مثل ما يعني اتضح أنه هي كل اللقاحات شغالة بنسب مناعات مختلفة، وهذا أكيد راح نتعرف عليه يعني خلال حلقتنا اليوم. لكن الهدف الرئيسي من هذه الحلقة أن نكون قريبين على الناس، وبنفس الوقت ننقل وجهة نظر الناس اللي مختصة بموضوع التلقيح، أطباء المناعة والأطباء اللي يعملون في مجال يعني هذا موضوع التلقيح من أول يوم اللي بلش في العراق ودخل. أسماء اللقاحات كثيرة، يعني المخاطر يمكن اللي دا يتعرض لها المواطن بإصابته بكورونا هي أكبر من أنه أنك تتأخر في موضوع اللقاح. موضوع اللقاح اليوم مهم جدا أن نكون يعني قريبين على الناس، نعرف ليش رايحين. الله يساعدهم. رايح تلقح اليوم؟ اي ان شاء الله. احنا طبعا واقفين في امام احد المراكز الصحية، في قطاع العدل الصحي، ونريد نشوف يعني هذا المركز استقباله للناس. طبعا مثل ما معروف هو قطاع حي العدل الصحي اللي هو احد المراكز المختصة بموضوع اللقاحات. رايح تلقح حضرتك؟ اي والله رايح تلقح. زين، انت سمعت اكيد ودائما اكو حكي انه والله لقاح زين ولقاح مو زين والناس خايفه. صحيح. شلون اخذت القرار انت؟ هاي الجرعه الاولى ولا الثانيه؟ لا هاي الثانيه. هاي الثانيه. انا اخذت الجرعه الاولى سينوفار الصيني. زين. حتى قبل فتره يعني اقل من شهر، وسأذا لقح الجرعه الثانيه. زين. والله اللقاح ما بيش يعني، انا انصح العالم كلها تلقح. كاعراض بالبدايه؟ اعراض يعني يصير عندك شويه صداع خفيف، يعني تاخذ اثنين براسيتول او واحده براسيتول خلاص. اكيد انت شفت يمكن اصدقائك او ناس اقارب او يعني يقول لك والله انا اعتمد على مناعتي الخاصه، اكلي، الامور اللي دا اخذها، يمكن بعض الفيتامينات واعوف اللقاح. يعني هذا الراي احنا معقول؟ هذا الراي مو صحيح. يعني هو لقح افضل له، يعني قوي مناعه جسمه. يعني هو يعني على شو صنع اللقاح؟ يعني مناعه جسمه يحمي من الفيروس هذا الخطير، فيروس كورونا. نعم. ان شاء الله صحه وسلامه للجميع. انا يعني انصح كل واحد يلقح. نعم. شكرا لك، ان شاء الله هذا اللقاح الثاني يعني يكون خير وسلامه. شكرا لك. جاي تلقح حمينا؟ ان شاء الله جاي لقح يوم الجرعه الاولى. زين، شنو اللي خلاك تجي؟ احنا تعال شويه يا شباب، هيك شويه خلينا نكون. تعال هنا، تعال. ورا صراحه يعني ازدياد الاعداد الاصابات. نعم. يعني واحد لحماية نفسه أكيد لازم يلقح، يحصن نفسه من هاي المرض كوفيد 19. يمكن أنت لو تسمع يعني أو حتى بوسائل التواصل كلنا اليوم نبحث وندور، ناس هواية تقول لك أنا ما أريد ألقح، يعني خلص يعني لا تجبروني. والله هذا الشيء خطأ صراحة. يعني إذا زادت الإصابات، تعرف إحنا المستشفيات ما عندش القابلية على استيعاب الإصابات العالية، بس لازم واحد يحصن روحه. يعني إحنا نتمنى من كل الموجودين من مواطنين موظفين انه يتوجهون للقاح. نعم. هو افضل حل لنا. زين، شلون وصلت عن هاي القناعه؟ يمكن انت ضمن عائله، اسرتك، عائلتك، اكو نقاشات بينكم انه ها نلقح، ها الكبار بالعمر، الصغار،
شلون وصلتوا لهذا؟ صراحة يعني أنا كان عندي صديق مقرب صار بكورونا. نعم. وحالته كلش كانت صعبة يعني صعبة يعني التنفس صعب وأعراضه كانت قوية. فد يعني صار يعني موقف قدامي فداني المن أتعرض لهذا الموقف الصعب. الحل يعني مثل صار عندك رد فعل إنه شفت أحد أقرب أصدقائك. نعم نعم. صار بهذا الوضع. نعم نعم. واتخذت قرار إنه أجي ألقح. نعم. يمكن هو اليوم القرار شوي متأخر. يعني كناس هواي ترى لقحت. صحيح صحيح متأخر بس تعرف نور كل فعل ردة فعل صار نعم. فعل قدامي متأخر لازم. المهم بالنهاية إنه الكل نحصل على التلقيح وإن شاء الله يكون متاح هذا التلقيح. إحنا نشكرك. نتمنى لك الصحة والسلامة. شكرا. طبعا يمكن شوية إحنا يعني ما نخفيكم إنه ده لاحظ زخم قليل يعني زخم قليل يمكن في يمكن بالمركز اللي إحنا بيه حاليا لكن هو الزخم قليل حاليا على موضوع اللقاح. أكو نوع من رد الفعل ربما الناس بدأت تتخوف من موضوع اللقاح لذلك نشوف إحنا أعداد الناس اللي متواجدة اليوم حتى في هذا المركز الصحي قليل. فإحنا اليوم في هذا المركز راح نتعرف على الدكتور عبد الستار يحدثنا أكثر عن موضوع اللقاحات ونكون حافز جيد للناس حتى تلقح. أول شيء دكتور يعني نقول لك صباح الخير وتعرف المشاهد بحضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور عبد الستار حمادي مدير قطاع العدل للرعاية الصحية الأولية اختصاص صحة عامة. نعم. بورد صحة عامة. نعم. دكتور احنا اليوم كلقاح ده نشوف الناس بين البحيرة. نعم. اكو ناس لا تبحث عن اللقاح وترغب انه تروح تلقح بصوره عامه بدون مسميات انواع اللقاحات يعني. اكو ناس تقول لك اني والله لا ما ارد القح هسه خلي انتظر شويه اشوف الوضع. فهذا شلون احنا نحط لحد يعني هذا الوقت من ده يمشي احنا ده نتكلف ناس ده توقع اصابات. نعم. لا طبعا حقيقه حسب استراتيجيه منظمه الصحه العالميه اللي وضعت وطبقتها معظم دول العالم هو الاعتماد على جزئين أساسيين. الجزء الأول أنه علاج واكتشاف الحالات إصابات كوفيد وحجرها وعزلها ومتابعة الملامسين كإجراءات وقائية يسموها هاي بعد الإصابة الحالات. والشق الثاني هو شق اللقاحات. اللقاحات اللي هو اعتبره يعني يعتبر الآن هو المنقذ أو الحل الكيل الوحيد حتى ممكن أنه تعود الحياة إلى وضعها الطبيعي. اللقاحات طبعا مثل ما هو معروف يعني لما صارت يعني صارت مسألة عالمية ودولية وعالمية فكل دول العالم دلوت دلوها يعني بهذا الموضوع وقدرت توصل إلى هذه اللقاحات بوقت قصير للحاجة الماسة لها. اللقاحات طبعا متفاوتة من ناحية الكفاءة لكنه هي اللي موجودة الآن في العراق والسونوفارم الصيني والإسترازينيكا الإنجليزي والفايزر الأمريكي. كل لقاح له فعاليته كلها شغالة كلها تشتغل. الكفاءة مالتها تعتمد على كثير من الأمور لكنه إحنا ما نقدر نستبعد الأمور الشخصية أيضا استعداد الشخصي بكفاءة اللقاح أيضا. إحنا بدينا اللقاح حقيقة من الشهر الثالث بدأت لقاحات وبديناها باللقاح الصيني وبعدين دخل اللقاح الإنجليزي الأسترازينيكا والآن اللقاح الفايزر. الإقبال المواطنين عليه إقبال متفاوت. أكو بهم يبحث عن الصيني أكو بهم عن الأسترازينيكا ويبحث عن الفايزر. هي هذه الجزئية دكتور احنا يمكن الناس اللي حيرها أكثر وجود الأسماء ويمكن هو بالنهاية صراع شركات عالمي. احنا خلونا من هذه النظرية الاقتصادية بس مثل ما قال الدكتور هي كل اللقاحات جيدة وفعالة. الناس يمكن حيرها موضوع أنواع اللقاحات يعني لو كان أكو اسم واحد ولقاح واحد برأيي كان الناس توجهت عليه يعني. طبعا هو أكيد يعني أنت تبحث طبعا حتى التوقيتات مال نزول اللقاحات وموافقة وقررتها منظمة الصحة العالمية هو متفاوت يعني اليوم قرروا السونوفارم قبل بعد شهر قرروا الأسترازينيكا ولذلك تشوف كل دول العالم أي لقاح يقر حتى الروسي لما يقر يحاولون أنه يسحبوه ويلقحون أكبر عدد من مواطنيهم. يقر بمعنى أنه خلص يكون تحت التجربة وأثبت كفاءته. أكيد كمرحلة طوارئ يسموها الآن لحد الآن كل جميع الدول هذه أنه لقاحات طوارئ. في لقاحات الطوارئ ممكن أن تتقبل اللقاح
بفترة قصيرة ولإنقاذ حياة البشر والسيطرة على الوباء. يعني أنت تكون مضطر بهذا الموضوع. إحنا حقيقة من الدول اللي يعتقد أنه كمية اللقاحات اللي قليلة لحد الآن. قد عندنا لقاح حسب علمك إذا كان في قطاع حدود المليون يعني بالعراق كله؟ أي طبعا حدود أو أكثر من المليون هالساعته اللقاحات. اللقاحات مهمة بالعدد واللقاحات أيضا مهمة بالتوزيع مالتها. يعني إحنا بغداد لها ثقلها الأساسي، فالمكانات اللي تشهد بها عدد إصابات كبيرة وهي المفروض إحنا يكونون ممنعين باللقاح. يعني قصدك ما يحتاجون لقاح مبدئيا؟ نحتاج أكثر؟ لا تحتاج طبعا مكانات اللي بها إصابات أكثر. أي طبعا الإصابات أكثر نركز عليها حتى نمنع أكثر عدد ممكن من المواطنين ونطي الأولوية. لكنه إحنا حقيقة التوزيع مالتنا يعتمد على الكثافة السكانية وتوزعت على كل العراق، وهذا الصحيح. حتى منظمة الصحة العالمية وبدون كل دول العالم كلها وزعوا اللقاح على جميع الدول، وعلى ضوء الموقف الوبائي مالتها أيضا أكو مواقف وبائية حرجة لهم طبعا أولوية إضافة إلى الفقر وما إلى ذلك. الهدف من عندنا احنا المفروض احنا الى حد الشهر التاسع المفروض نلقح 10% من سكان العراق. التاسع الجاي 10% الشهر التاسع. نعم الشهر التاسع ما معناه لازم نلقح 4 ملايين. احنا لحد الان متناوشين المليون. اكو مكانات مثلا قطعنا، احنا قطعنا يوصل الهدف مالته على ضوء الكثافه السكانيه اللي موجوده بالقطاع اللي هي تقريبا حوالي 250 الف نسمه، لأنه إحنا عدنا حقيقة إقبال كبير على اللقاح. شفنا إقبال اللقاح يعتمد على الثقافة. يعني كل ما شفنا يعني المنطقة اللي بيها ناس يعني ثقافتهم عالية من ناحية الدراسة، من ناحية التحصيل الدراسي، أطباء مهندسين كذا، موظفين مثقفين، شوف إنه الإقبال يكون شديد. في حين المناطق الشعبية شوية الإقبال كان شوية ضعيف للأسف. السبب هو تأثرهم بالإشاعات اللي طلعت على اللقاح خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني كان هذا الناس اليوم أكثر شيء هي اللي تتابع يمكن مواقع التواصل، تتابع الحالات، يريدون يوصلون إلى قرار. مثل ما قلت حضرتك يمكن هو الناس المجتمع المثقف، الناس اللي عندها ثقافة تتوجه على اللقاح. لكن مشكلتنا احنا بالأغلبية البسيطة، الناس الفقراء، الناس اللي هم ثقافتهم على قدهم، المناطق الشعبية، هذه شلون نقدر يعني احنا بدورنا كإعلام ده نشتغل، بدور وزارة الصحة ده تحاول، لكن مدى نقدر نوصل إلى الأربع ملايين العشرة بالمئة مثل ما قلت حضرتك يمكن في شهر التاسع، ويمكن هذا الرقم يكون مستحيل. يعني هو حقيقة عبء يعني مهمة صعبة، لكنه احنا نأكد نقطة أساسية انه المواطن عليه انه ياخذ المعلومة من مصدرها وما يعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي يكتب بها ما هب ودب. يعني انا اقول انه كل اللقاحات ايجابية وكل اللقاحات فعالة وتعطي مناعة، يعني اضعف واحد بيهم اذا هو كان اللقاح الصيني اللي نسبة الكفاءة مالته 78%، فعلى الأقل هو يقيك من الإصابات الشديدة 100%، وهذا هو اللي احنا نريده، يعني يمنع الوفيات. فاللي يلقح حقيقة اللي يستلم اللقاح على أقل تقدير هو يمنع من عدة الإصابة الخطرة والشديدة أو الدخول إلى المستشفى. خلينا نتحرك داخل المكان. دكتور، هو يمكن احنا اللقاح اللي دي نتحدث عنه اليوم، عندنا المواطن ده يريد يلقح مثلا الصين او الفايزر، ده يسمع عن الموضوع هو من السوشيال ميديا، لذلك حضرتك قلت انه ناخذ المعلومه من مصدرها الرسمي. اليوم كدكتور حضرتك الناس تسال ايهما افضل؟ انا اقول هي كلها زينه، المتوفره موجوده. اللي هو مثلا يعاني من امراض مزمنه ولازم يلقح بسرعه، اكو لقاحات متوفره، فاي لقاح ممكن يلقح حقيقه. يعني انا اي لقاح، انا لقحنا السونوفارم الصيني لقحته يعني،
والآن أمور طيبة. إذا متوفر أي لقاح أنا ممكن ألقحها. أكو بيهم يفضل مثلاً اللقاح الفايزر. الفايزر يمكن هسه حالياً يمكن انقطع أو خلاص يمكن الوجبة الأولى أو هيك شيء. لا هو يتوفر بوجبات يعني. إحنا مثلاً من بكرة إن شاء الله نستلم الكمية اللي ممكن استخدامها إلى اللقح بها الجرعة الأولى. الجرعة الأولى. يكون الجرعة الثانية تعرف هو تنظيم يعني العملية مو سهلة. سلسلة التبريد للقاحات إضافة إلى خاصة الفايزر هو لأنه تحت درجة حرارة 70 تحت الصفر يعني وبعدين أنت تستخدمها تطلعها من المخازن إلى المرحلة الأخرى اللي هي بدرجة حرارة الغرفة أو درجة حرارة الثلاجة نقول عليها من 2 إلى 8 درجة مئوي وبعدين طريقة الإعداد مالتها حتى هي عملية معقدة شوية صعبة. أكو سؤال يمكن هو هذا أنتوا هسه تتحدث لي في صلب موضوع أنه موضوع الفايزر وعلاقته هذا راح نتحدث به يمكن ويا الدكتور المختص هنا في نوبل. لكن اليوم الناس تسأل إحنا ولقحنا مليون مواطن هذول المليون بيهم أحد توفى يعني أريد هنا الأمانة العلمية. شوف أحكي لك على فد شيء يعني هي لو تصير حتى لو اشتباه كان الدنيا انقلبت يعني كان مواقع التواصل الاجتماعي يعني انت تعرف انت مواقع التواصل الاجتماعي فت حادث بسيط يسوي لك اياه حادث كبير جدا. احنا ما عندنا اي اضرار جانبيه لحد الان صارت غير الاضرار الجانبيه لاي لقاح حتى الاطفال لما نلقحهم والامهات يعرفون انه ممكن يصير عنده ارتفاع بدرجه الحراره لمده يوم او يومين ممكن انه يصير عنده الم في موقع اللقاح يعني هذا الأمور الأخرى اللي ممكن تصير هي بالصدفة ممكن أنه تصادف لكنه إحنا عندنا نظام والنظام توثيقي ورصين للرصد الدوائي يعني رصد الأضرار الجانبية موجود لحد الآن لم تحدث أضرار جانبية تستدعي إلى دخول المستشفى أو تستدعي إلى أبدا لكنه أكو رصد عليها ونرصد يعني الشاردة والواردة بالموضوع لأنه الموضوع هو قلت لك اللقاحات استخدمت بحالة طوارئ وهي ممكن أنه تستمر حتى تكون اللقاح حتى كفو 100% يجوز تحتاج فترة أطول بعد ممكن أنه يتحور اللقاح من شركة إلى أخرى هاي واردة لكنه ما عندنا إضرار جانبية. الأعمار موضوع الأعمار يعني اليوم الأطفال ووقايتهم وبنفس العمر كبار العمر يعني بنفس الوقت كبار العمر اللي هم يمكن أكبر من 40 أكو محددات بالفايزر محددات بغيره يمكن هاي شوي حدثنا عنها. طبعا كل اللقاحات لما تعطيها تحسب البرايوريتي الأولوية هم الريسكي هم عامل الاختطار أو الخطورة اللي هم كبار السن والأمراض المزمنة المصابين بالأمراض المزمنة أو اللي عندهم خلل في الجهاز المناعة أو يأخذون أدوية تأثر على الجهاز المناعي هذول أولوية مطلقة باللقاح. هل عندهم وعي هاي الأولوية وصلهم هذا الوعي هاي مشكلة؟ أكيد إحنا عندنا تعزيز الصحة ده يشتغل حقيقة بشكل كبير جدا يعني وفعلا إحنا أكثر الملقحين في الوجبة الأولى كانوا من كبار السن يعني طبعا حقيقة يعني. إيش تنصح كبار السن مثلا اللي فوق 70 خلينا نقول اللي عندهم ضغط وسكر وهاي الأمور؟ انه اكو يعتبروه مجازفه بصراحه انه يروح يلقح ايش ننصحهم بالاضافه الى انواع اللقاحات؟ احنا اللقاحات تعرف هسه مثلا بالبدايه كان السونوفار ما ينطي فوق 60 سنه وما ينطي مو لانه يضر ما ينطي لانه الكفاءه مالته هنا شويه مو اقل لانه جهاز المناعة تعرف الانسان لما يكبر يرالته تدعيم مستمر لكنه ممكن الفايزر فعال جدا يكون بالكبار السن. المشكله اللي دنعاني من عندها حقيقه واللي انا حذر منها انه لما يستلم الجرعه الاولى يتخيل انه هو هسه بامان. احنا نقول له لازم تاخذ الجرعه الثانيه والجرعه الثانيه ورا فتره اسبوع الى 10 ايام او 14 يوم الا تكون ذاك الوقت انه انت تكون انه جهاز المناعي مالتك هنا هسه تمنع او اعطاك المناعه المطلوبه وتبقى ايضا تبقى انت حريص على الإجراءات الوقائية يعني حقيقة لبس الكمامة ليش؟ لأنه أنت مضامن أنه جزء يصير ترانسميتر أنت ما يصير بيك لكنه تنقل وهاي فرضيات هي لكنه إحنا نركز أيضا على جانب الوقائي يبقى مستمر يعني لأنه إحنا أنا أعتقد وأشوف أنه المتحورات مالت الفيروس تهمت ما تحزرها
الفيروس ده يتحور، لانه حقيقه علميه اكو انه الفيروسات الامراض السالبه والمعديه لازم تحصرها، لازم تخليها تنتشر. لما تنتشر باعداد كبيره راح تحول من شكلها، هي راح تعطيها فرصه الى التحور. ولذلك الالتزام بالاجراءات الوقائيه في اماكن معينه يمنع حتى تحور الفيروس، يمنعه. اريد اسالك، يمكن اغرب حاله مرت عندك، الناس هنا يمكن راجعوا عندكم يريدون الا فايزر. فهذا يمكن يسبب لكم ارباك انتم ايضا، وخصوصا انه مثل ما قلت حضرتك فايزر يحتاج لاعدادات وترتيبات، وباقي اللقاحات يمكن ايضا يعني تحتاج لها فد نوع من الترتيبات. فانتم شلون مرتبين وضعكم يعني، والناس تطلب شيء وكانه سوبر ماركت يعني؟ والله شوف اقول لك، احنا عندنا توجيه من الدائره وعلى حسب خطه الوزاره انه احنا نلقح الجميع حسب الاولويه، وحسب احنا مواطننا ما متعود على المنصه الالكترونيه بصراحه اقول لك يعني دي يجي يلقح ونعرفه ويحزب نفسنا ايضا جدا، يعني لما تيجي مثلا كبار السن يجون يلقحون وهو ما مسجل على المنصه او هو ما يعرف، ما تقدر ترجع تقول له لا. وتعرف اكو انعكاسات للتغيير في العراق كواقع، انه احنا كل شيء هسه بالواسطه والمحسوبيه ماشي كلش قوي، يحزب نفسنا. لكنه بشكل عام والله احكيك اياها، احنا كنا منفتحين، وكانت اكو توجيهات من الدائره من قسم الصحة العامة دكتور نازك الفتلاوي وسيد المدير العام دار الصحة دكتور شاسب الحجامي، انه احنا اكو فد بيها مرونة بحيث احنا نلقح بطريقة واقعية وبنفس الوقت نلتزم بالمنصة الالكترونية، لانه اذا ما تلتزم بالمنصة الالكترونية خاصة لقاح فايزر ممكن يسويك فوضى، يعني انت ما راح تقدر تضبط التباعد المجتمعي، وعندما ما تضبط التباعد المجتمعي ترى الشركه موجوده ممكن انه هاي الشركه تسحب تسحب اللقاح يعني في حال انه يشوفون سوء تصرف او سوء اداره. اي طبعا. المهمه هي الان حقيقه تدريب، واضافه الى عمل تدريب اعداد كبيره بحيث احنا تدريب على ايش بالضبط؟ تدريب على اعطاء اللقاح بطريقه صحيحه، لانه طريقه الحفاظ عليه، الحفاظ عليه، سلسله التبريد، عمليه الرج مالته، عمليه الاذابه، عمليه الزرق، كله بحساب وكتاب. إضافة إلى أنه إحنا نعد العدة أنه نفتح مراكز أخرى وتوسع ككرخ، يعني كقطاع وككرخ دار صحة الكرخ كلها. أعتقد أنه الأيام القادمة راح تشهد أنه كل المراكز الصحية تقوم بتلقيح فايزر، وإحنا هذا مخلينا ببالنا. متوقع أنه يجي يوم تندق البوب مثل لقاحات الأطفال بالبيوت، يكون يعني فرق ميدانية؟ اكيد اكيد. انا ما، لانه تعرف احنا باي الحملات احنا عندنا باع طويل، يعني احنا عندنا خبره بالرعايه الصحيه الاوليه والاي بي اي يسموه اكسبندنج اورجانيزيشن من 85 1985. احنا شغله الحملات هاي متعودين عليها حتى المواطنين، وممكن انه ننفذها، لكنه اللقاح بالتنفيذ هنا صعب، لانه سلسله التبريد هنا شويه تكون معوق. يمكن فايزر صعب بس باقي ممكن اسهل ممكن. اسهل نحتاج نبني هاي المناعه دكتور. هو اكيد، ولذلك هسه اكو توجه تلقيح المؤسسات الحكوميه ضمن الرقعه الجغرافيه، الكليات، الجامعات، وسوينا حملات. السيد مدير عام دار صحه الكرخ قام بحمله جامعه النهرين، يعني هو اللي اشرف عليها. يعني اكو، والان يعني نشوف العالم اصبحت الان اكثر نضج واكثر وعي، خاصه بعد ارتفاع الموجه الثالثه اللي هي تعتبر، يعني هذا اكيد متحور هو الفيروس اللي دا يسوي بهاي الطريقه، دا ينتشر بشكل اللي هو دا يشمل اعمار فئات عمريه، مثل ما قلنا احنا الفئات العمريه كانت الفئات الكبيره اللي بها نسبه اصابه الكبيره بفئه الشباب اللي تعرف لتنقلهم وهذا، لكنه نسبه الوفيات بالاعمار الكبيره. اذا انت تعطي اولويه للفئات اللي سبب الوفيات الهوايه، نعطي للكبيره وبعدين الى الاعمار اللي تليها. الاطفال تكون الحقيقه رغم الاصابات مالتهم تصير اصابات، لكنه اصابات بسيطه تعدي يعني بدون مضاعفات، لكنه هم ايضا لما نتخليهم وتدخلهم ضمن الفئات اللي تتلقح يراد لها موافقات خاصه، هم والحوامل ايضا، المرضعات نلقحهم، ما عندنا مشاكل بالموضوع. يعني انا اذا اركز على نقطه مهمه جدا، انه ماكو موانع الى التلقيح، لكنه احنا لما نسجل معلومات عن الامراض المزمنه، عن الكورتيزونات هاي، لانه حتى تصير وثيقه، يعني اكو داتا عندك داتا ترجع لكل مريض، للمريض، ويخاف يصير شيء انه نعرف، لانه هاي كلها راح تصير على الدراسات. يعني حقيقه الان توجه دار الصحه والكرخ انه قيام بالدراسات، دراسات واسعه، واكو باحثين الان
حول كوفيد اذا كانت اصابات ولا كان لقاحات. نعم. أسترازينيكا اللي هو فوق ال 40. نعم فوق ال 40. شنو السبب اللي يعني خلى قانون او تعليمات هذه صدرت بهذا الموضوع؟ انا اعتقد انه هو السبب الرئيسي هو كفاءة اللقاح بالفئات الكبيرة بالعمر. من اي باب؟ اليوم المواطن يقول لك ليش تحصرني بهذا الجانب لان انا عمري فوق ال 40؟ هل بسبب انه انت مناعتك قلت فنعطيك شيء اعلى؟ بالضبط، احنا الجهاز المناعي بالاعمار الكبيره دائما يكون كفاءته اقل حقيقه. نعم. خلينا نكون واقعيين، ودائما الامراض الفئات العمريه الكبيره هم معرضين للامراض المزمنه، الى امراض سوء التغذيه، امراض كثيره حاصله ببلدنا احنا. هم اذا هم لهم الاولويه. اما الفئه الشبابيه فحقيقه يعني هم حتى لو سبيهم ف ما راح يصير بهم الإصابة. خير وسلامة، لكن هم نريد نلقح يعني. نعم، إحنا دائما الإصابات هي تنقسم هيك، يعني إصابات خطرة. نعم. اللي هي تقريبا نسبة وفيات تقريبا 3% حسب العالم كله. إصابات الخطرة اللي يحتاج لها عناية مركزة 6%. نعم. وتقريبا حوالي 8 إلى 85% إصابات بسيطة. الإصابات الأخرى هي هاي المتوسطة. بالشباب وهاي الفئات دائما إصابات بسيطة إلى متوسطة، لكنه بالفئات الكبيرة بالعمر لا، شوية ترتفع شدة. نعم. الإصابة، ولذلك ذول هم أولوية خطر أكثر بقى. يعني بالضبط. الهدف حقيقة إحنا هسه بالجائحة الهدف الأساسي هو منع الوفيات. هدف أساسي منع الوفيات، عدد الإصابات ما يهمك، بالعكس هو لما هذا راح يتمنع هو وراح يشارك بالمناعة المجتمعية. يعني إحنا واصلين، إحنا نتوقع أنه واصل عدد الإصابات بالعراق إلى 30% أنه تمنعوا ذولا، لأنه إحنا عندنا تقريبا حوالي 38% أنه يصاب الشخص ويطلع عليه أي أعراض، وأكو توصل لحد قلنا مثل حد 80% من ضمنهم ذولي أنه أعراض بسيطة. فذولا هاي الإصابات اللي مسجلة بالوزارة طبعا هو جزء، أما اللي مو مسجلين فكثيرين الرياف القرى ما يوصلونهم، رغم أنه دار الصحة أيضا فتحت باب أنه رصد الحالات اللي تسجل بالبرايفت بالعيادات الخاصة وبالمختبرات، وحتى نتخذ إجراءات وقائية، لأنه الموضوع هو مو فقط علاج الحالات وإنما اتخاذ إجراءات وقائية، فحص ملامسين، وحتى تحد من انتشار الإصابات، ما تخليها انتشار سريع. انتشار السريع يراد لك يسوي لك مشاكل، يلود على الردهات، يلود على العنايات المركزة، نسبة الوفيات ترتفع. فأنت كل ما الإصابات تقل كل ما هاي الأمور كلها تقدر تحت السيطرة. يعني ما تفلت الأمور، مستشفيات نحن نعرف واقعها. احنا نشكرك دكتور، راح ناخذ فاصل بسيط ونكمل حلقتنا، خليكم ويانا. خلال تواجدنا في مركز العدل الصحي، طبعا يعني احد المواطنين هنا جاي يلقح الجرعه الثانيه، نوع اللقاح اللي اخذته شنو هو؟ اللقاح البريطاني أسترازينيكا. هاي الجرعه الثانيه طبعا. ثانيه اي، قبل 3 شهور انطوني موعد للجرعه الثانيه واليوم جاي. اول يوم اللي اخذت اللقاح، يعني كل الناس تسال يمكن شنو الاعراض؟ والله هي الاعراض الجانبيه لكل لقاح يعني المتعارف عليها، هي سخونه يعني فيفر، وصار عندي يعني شويه هيدك يعني وجع راس والم بالظهر، بس يعني طبيعي لمده يوم واحد بس. نعم. يمكن انت اكو شيء شجعك تلقح؟ احنا اليوم الناس حلقتنا اليوم نريد نركز انه ليش الناس عندها عزوف عن التلقيح، نريد نشجع هاي الفئه انه اللي دا يقولون ماكو لقاح او ماكو كوفيد اصلا. نعم. نقول لهم لا، يعني روح لقاح. انت من الناس، شنو اللي خلاك تيجي تلقح اليوم؟ والله يعني انت لو تباوع ماكو منفذ اخر، يعني هو اللقاح هو منفذك الوحيد حتى ترجع الحياه طبيعيه. يعني كل دول اوروبا، كل دول العالم بدها تلقح وبدها تشوف يعني الحياه شلون رجعت لهم طبيعيه، مباريات دي يعني بيرجعوا يمارسون حياتهم الطبيعيه، يسافرون يروحون يرجعون، الا احنا الحالات بدها ترجع تزيد عندنا من جديد لانه الناس بدها تعزف عن التلقيح. اللقاح ما بيه اي مضار، المضاره الوحيده هي اللقاح اي طبيعي، يعني ثاني يوم صار عندك فيفر وعرض جانبيه عاديه طبيعيه والامور ماشيه تمام الحمد لله والشكر. طبعا حالات النادره اللي صار عليها ضجه اعلاميه هي يعني لو نجيها هي 1 مليون، يعني فشي جدا جدا نسبه ضئيله جدا تحدث بكل اللقاحات، بس الضجه اللي صارت لانه شيء دخيل شيء جديد، الناس اعداء ما جهلوا. انا هذا رايي. نعم. اذا احنا راح نكون ويا الاخ هنا المواطن حتى نشوف شلون ياخذ لقاحه. كمل اجراءاتك. طبعا راح نكون ايضا ويا الدكتوره
رشا اختصاص تعزيز الاسره او تعزيز الصحه. تعزيز الصحه. نعم. يمكن من ضمن عملكم هو ايضا تنظيم الاسره المواطنين ياخذ اللقاح. نعم. يعني احنا عندنا حملات نقوم بها، لقاءات فرديه، لقاءات جماعيه، حملات للمؤسسات الحكوميه، مؤسسات الاهليه، توعيه حول اول شغله انه الاجراءات الوقائيه. نعم. انتقل الإصابة. هو دوركم اليوم انتم يمكن هذا اهم دور في وزاره الصحه، موضوع التوعيه للقاح. طبعا اكيد، لانه احنا يعني نعرف انه الاصابه ممكن انه تحدث، بس نعم. الاعراض ممكن انه احنا نتجنبها عن طريق الوقايه. نعم. اهم يعني شيء اللي احنا هسه حاليا نركز عليه اللي هي الوقايه، باعتبار انه الوقايه خير من الف علاج. بعدين نعم. انه احنا نحاول انه نشجع المواطنين على اخذ اللقاحات، باعتبار انه هو هذا الملجأ الوحيد لنا. نعم. لحمايه عائلتنا، حمايه نفسنا، انه نرجع الوضع الطبيعي لحياتنا الطبيعيه. يعني انه تعرف انه احنا يعني بصوره عامه يعني الفيروس يعني اخذ هواي ناس، حالات وفيات، يعني اصابات يعني بليغه صارت، يعني فاحنا نحاول ايش قد ما نقدر. انا شفت يمكن اكو طاوله حاطين بها بروشورات للتوعيه، مؤسسه صحيه تابعه. نعم. هذه احنا يمكن راح نتحدث ويا الدكتوره حتى نشوف الاخ هنا المواطن. نعم. يتلقح ونرجع نكمل ويا حضرتك على هذا الموضوع. اول شيء نتعرف على حضرتك دكتوره. السلام عليكم. سلام على حازم عبد الحميد، مسؤوله اللقاحات. مسؤوله اللقاحات. نعم. طيب الناس تجيش اكو متخوفه، يمكن شنو السبب برايك؟ يعني شنو السبب برايك انه الناس متخوفه لهي الدرجه؟ اكو ناس تقول والله خليني على وضعي الطبيعي، ما اضيف شيء الى جسمي. طبعا الناس طبعا يعني تنقسم هواي اقسام. يعني القسم الاول متخوف من ما يسمعوه من الاشاعات المتكرره بالمجتمع، انه هذا واحد جلطت وتمرض، او واحد صار عنده تجلط وتوفى، او انه واحد سخونه عاليه، يخافون دائما من الحراره العاليه اللي يخافون لا ينشمرون، من هالافكار. بعدين يدخلون على النت، النت يحكي اشياء كثيره طبعا. أوه. كل واحد يحكي حسب المعلومات صحيحه، كل المعلومات صحيحه طبعا. فلان دوله وقفت اللقاح، فلان مثلا واحد تخربط وما ادري شنو، فتسمع اكثر اعداد يعني اراء كثيره. اضافه انه عندنا مثلا اللقاحات احنا جديده، كلها جديده حسب تعليمات منظمه الصحه العالميه، الفتره الزمنيه بين لقاح ولقاح يختلف، هذا يصير ارباك للمراجع يسال ليش هيك كان فتره بالاول شهر بعدين تغيرت الفتره الى فتره اخرى، ليش هذا اللقاح فترته 20 يوم واللقاح الثاني 21 يوم. يخلي مو شيء ثابت، يعني احنا نعرف مثلا لقاحات الاطفال شيء ثابت، تعلموا الناس على هذا النظام والسيستم، شيء جديد يتخوفون اكيد، كل شيء تغيير يسالون قبل ما يقدمون على اللقاح او اخذ اللقاح. وهذا من حق المواطن هو، يعني اي انسان من حقه يعرف انه اللقاح اللي راح ياخذه. الاخ هنا يمكن عنده، الاخ عنده جرعه ثانيه الاستازينيكا، عنده موعد. نعم. وراح يجي ونساله نفس الاسئله تقريبا، وراجع معلومات الجرعه الاولى. نعم. على الاثار الجانبيه. نعم. على هو الماء الحس بيها. شنو نوع الاسئله اللي تسالون هي؟ اكيد عندكم فد فورما طبعا عادي. اول شيء نسمه عمره واسمه ووظيفته. نعم. وهو يعني مستواه الاجتماعي شنو. نعم. هاي طبعا اساله على الامراض الموجوده عنده كامراض مزمنه، كادويه ياخذ، ممكن ياخذ ادويه مرتبطه للمناعه كالكورتيزونات، كمثلا مواد كيميائيه. نعم. هاي كلها مثلا اخذ لقاح، وش قد اخذ لقاح قبل فتره، ما اخذ دم او ما اخذ بلازما، اي اشياء ممكن تاثر على اللقاح او نتيجه اللقاح احنا راح نسال هاي الاسئله. نعم. تمام. واضافه الى السؤال مال الحساسيه، وشنو درجه الحساسيه ومن شنو المواد المتحسسه، ممكن مو كل الناس تعرف هاي التفاصيل عن نفسهم يعني حتى. نعم. يعني اكثر شيء اكثرهم يعرفون، يعني اللي عنده امراض مزمنه حيعرف انه هو عنده امراض مزمنه. تمام. بس كحساسيه لنوع معين من الادويه اي يعرفون، اكثرهم يعرفون. طبعا يعني هو طبعا هسه هو كلهم يعني شباب مو اطفال. نعم. الشباب يعني ها متعرض الى دواء معين. نعم. او اكله. نعم. ماكلها معين. نعم. او مثلا لقاح سابق اخذه وتعرض الى حساسيه، اكثرهم يعرفون شنو. واللي ما يعرف الويا والدته مثلا باهل العشرينات راح اليوم اذا اجانا شخص يريد يلقح اللقاح للمره الاولى مباشره ننطي اللقاح له؟ هاي الاسئله لا ضروري. لا لا لا. طيب شلون نتاكد انه هو ما مصاب اثناء ما ياخذ اللقاح؟ احنا كتعليمات وزاره الصحه ما عندنا نسوي مسحات او رابط تست، يعني تعليماتها. نعم. احنا راح نساله عندك مصاب بالبيت، هل انت ملامس اثناء عملك، اثناء يعني بالبيت اصدقائك، اذا كان ملامس هاي نعرف نقطه. اعراض اكو مثلا حتى لو فلو بسيطه، كم يوم طولت عليك، هسه ما عندك مشكله، خلال هال 14 يوم ما عندك اشكال،
فاحنا نعرف نعم. من ضمن الاسئله انه نشك به هل انه هو ممكن عنده كوفيد لو لا. نعم. واذا كان عنده لا سمح الله واخذ اللقاح، اذا اخذ اللقاح وهو اخذ اللقاح يعني ما راح نقدر شيء، ما راح يصير في المشكله. يعني اقصد انه ما في تبعات صحيه، يعني مشكله هو مجرد انه انتي بادي عنده، فاحنا اعطيناه لقاح راح يكون يا انتي بادي. اي يعني ماكو ذاك الاشكال الناس تخوف منه، ذاك الاشكال يتخوف. لكن بكل الاحوال ايش قد لازم يكون يلا ياخذ اللقاح؟ تعليمات منظمه الصحه العالميه 14 يوم من الشفاء، 14 يوم الى ان يجي اخذ اللقاح انه ما يكون عنده اعراض. نعم. اذا يكون مشافى وبعد مرور 14 يوم ممكن ياخذ اللقاح. هاي الفتره تغيرت، مره كان شهرين بعدين 28 صارت 14 يوم، ما عنده اي اعراض ممكن ياخذ لقاح. نعم. شكرا لك دكتوره، شكرا. احنا اليوم الناس مختلفه في طريقه تفكيرها، مختلفه في طريقه تلقيها للمعلومه. يجيكم ناس مثلا لهنا مثلا كبار بالعمر متخوفين من اللقاح، بين اللي ياخذه وبين اللي لا، دوركم انتم هنا داخل المركز. احنا بالنسبه كقطاعنا كان من الاشخاص الفعاله لاخذ اللقاح، اللي الفئات العمريه هي اللي فوق الستين سنه، لانه بالبدايه كانت محصوره اللقاحات للفئات العمريه فوق الستين، كانوا ما ياخذون عندهم تردد. بعدين من اجت الموافقه شفنا اعداد يعني اللي يعني الكبار بالعمر كلش اقبال قوي كان، خوفا انه من الاصابه والاعراض، وتعرف انت الشخص من يصاب بهيك عمر صعب انه تكون الشفاء مالته بسهوله. فعندنا اقبال كلش قوي من عندهم، وبنفس الوقت الاشخاص لما نطلع احنا يعني هسه احنا نسوي حملات دائما توعيه للاسواق او الاسواق الشعبيه بصوره عامه، يعني تواجد الناس فنشوف انه رجال كبار بالعمر انه عمو انت دام تخوف، انت شنو اللي تخوف، يا الاحسن تصاب تدخل بالمستشفى، المستشفى مهما كان هي مو البيئه اللي انت ممكن انه تتعامل بيها مثل بيئتك الاعتياديه. فانه اكو يعني نشوف انه ناس متجاوبه للقاح، اخذ اللقاحات. صح احنا بالبدايه كان اكو تخوف من اللقاح، بس يعني بعدين بعد ما صارت توعيه اقبال قوي، يعني احنا مدير الدائره مالتنا كان هو المثال انه اول شخص لقح هو الدكتور جاسم. فيعني انه احنا يعني هذا كله كان انه يعني احنا تحفيز للمواطنين. والله شوفي دكتوره، انا اذا اتوقع راح يجي يوم ما تقدرون تفتحون الباب وتطلعون، يعني راح يصير ناس وزخم عندكم من الاعداد، بس نعبر حاجز الخوف اللي هو ما اعرف ليش باقي. راح نشوف الاعداد هنا كبيره وما راح نلقي فراغ يمكن في هذا المكان نقدر احنا نصور فيه. يعني احنا بالفتره الاولى لما انطلق اللقاح بتاريخ 27/3 الى فتره 14/4 كان عمل المراكز الصحيه للاربع العصر يبقون من الزخم اللي صار، يعني في الفتره الاولى من انطلق اللقاح وكنا فهي مستمره انه يعني اللقاحات اقبال قوي عليها بكافه انواعها. يعني اكو ناس تفضل الصيني، اكو ناس تفضل انه الاسترازينيكا، فبكافه انواعها اكو اقبال عليها قوي. احنا نشكر دكتوره ونتمنى ان يكون دائما هذا دعمكم، وانتم دوركم هم اعلامي يعني كوحده، فنتمنى انه يكون دائما عندكم هذا الدور وانه توصلون هاي الصوره الى المواطن. شكرا دكتوره رشا. شكرا. راح نلتقي بالدكتوره ساره اللي هي مديره المركز الصحي. عرفينا دكتوره. اول شيء خلينا نزعل لك الكمامه، مساء الخير. انا دكتوره ساره مديره مركز صحي العدل لطب الاسره في حي العدل. اهلا وسهلا بك. شرفنا بك دكتوره. كمركز صحي اليوم انتم اعداد الناس اللي لقحتوها واللي بقى، يعني بقى عندكم مستهدفين مش غير؟ احنا يعني الرقعه الجغرافيه للمركز هي رقعه جغرافيه كبيره، يعني عندنا عدد النفوس 21260 نسمه الرقعه الجغرافيه للمركز. الاعداد اللي لقحناها لحد الان هي بحدود 3000 شخص، يعني 3000 نسمه، فبعد عندنا المهمة طويلة إن شاء الله. الناس خايفة، أنتوا يمكن أكثر شيء لمستوا هذا الموضوع، وإحنا اليوم كإعلام بدورنا أيضا نريد نوعي الناس ونثقف أنه خلص أخذوا اللقاح مهما كان. دوركم أنتوا شون يعني شون تستقبلون هاي الناس؟ شنو اللي ممكن تقدموا اليوم؟ وشنو اللي تنصحون به الناس يعني؟ وشنو اللي تنصحون به حتى الإعلام؟ اول شغله انت تقول الناس اليوم خايفه، احنا اكو ناس خايفه بس اكو ناس بالمقابل عندها اقبال على اللقاح، اكو ناس زخم مو طبيعي. احنا ايام اللقاحات يعني ملحق، يعني استنفار كامل لكل المركز، لكل الكادر مال المركز، اعداد بالمئات. يعني احنا اول يوم فتحنا اللقاح بمركز صحي العدل كان اللقاح السينوفارم الصيني بحدود 250 شخص دخل لنا، يعني يوم واحد يوم واحد يعني فتزخم هائل من الاعداد.
يعني ايش قد ما اكو ناس ممتنعه ومتخوفه عن اللقاح، اكو ناس بالعكس تجي وعندها اقبال على اللقاح، واكو ناس يعني تصير مشاكل على تعرف شويه تاخير باللقاح وزخم، فاكو الناس اللي تجي وتريد انه يدخل قبل غيره وهاي، فاكو فد اقبال الحمد لله والشكر على اللقاح. اللي ساعدنا ايضا زيد الاقبال على اللقاح انه الدوله وجهت بانه الطلاب لازم يلقحون، مثلا دوائر الدوله كلهم لازم تلقحون، يعني هسه احنا موظفي الصحه بشكل عام كلها لقحت. وبدت الدوله انه موظفي الوزارات الاخرى بالتدريج كل يوم وزاره كل يوم دائره انه البعض انه احنا ندزلهم مثلا كادر من الصحه يلقحهم، البعض هم يوجهوهم انه لازم يتوجه لاقرب مركز صحي بمنطقته او محيطه حتى يلقح. فهاي كلها كانت عوامل انه خلت الناس تشجع على اللقاح. بهذا بالاضافه الى انه اكو حملات توعيه، حملات فرق تعزيز الصحه اللي دا يسووها بالاسواق العامه بالجوامع بكل المكانات العامة، نلتقي بأشخاص اللي هم خلينا نقول وجهاء المنطقة، مثلا كل منطقة من الشخصيات المؤثرة بيها، مثلا شيخ جامع يكون بالضبط، مثلا أعضاء مثلا إذا أعضاء مؤثرين بالمجتمع نلتقي بيهم ونخليهم هو يحث الناس ويحث المجتمع مالته والاشخاص اللي يعرفهم انه يا بتوجهوا للقاح. وهاي طبعا احنا من نلتقي به بعد ما احنا نشرح له على اللقاح وكيفيه حفظ اللقاح وشلون اللقاح انه هو امن وشلون انه من مناشئ رصينه وشلون بدنا نستلم اللقاح وسلسله احنا تبريد كامله عندنا. هي هذه النقطه اللي اريد اسال حضرتك عليها كمسؤوله ومديره مركز صحي، مسؤولة أكيد عن هاي التفاصيل الدقيقة واللي هي الخطأ بها غير وارد وغير مقبول، يعني موضوع الخزن الاستلام تحدثنا دكتور ستار قبل قليل أنه يحتاج لساعات حتى يحل من التجمد اللي هو به، فهاي السلسلة شلون أنتوا دايريها؟ يعني انت هسه تقصد حضرتك على لقاح فايزر بالاخص مو صحيح؟ لقاح فايزر هو لقاح من اكثر اللقاحات اللي هو خلينا نقول شويه نحس او لقاح حساس نقدر نسميه، اجراءاته خاصه، اجراءاته خاصه، وضع اللقاح خاص، لازم ينحفظ درجه حراره تجميد تحت الصفر، يعني ما ممكن تنحفظ بالثلاجات الاعتياديه. اللقاح حساس للضوء وحساس للحراره، لذلك احنا حتى طريقه استلام اللقاح بدنا نستلمه بالليل ما بدنا نستلمه الصبح حتى نحافظ على اللقاح، نستلمه بسياره إسعاف مبردة، نستلمه بوكسات خاصة ويا قوالب ثلج، خلينا نقول هي قوالب ثلج خاصة للقاح، نستلمه ويبقى ينحفظ بالثلاجة. طبعا الثلاجات مالتنا هي ثلاجات اللقاحات اللي بيها محرار وبيها ايضا انه احنا عندنا كهرباء مستمره، يعني خط مولد مستمر طول الوقت. لان انت تعرف بعض الاشخاص هوايه يقلق يقول لك مثلا هسه ماكو كهرباء وبالليل شلون راح يكون وضع اللقاح، بس احنا لا، يعني عندنا بالمركز خفر دفاع مدني اللي هو يراقب ثلاجات اللقاحات، عليها أجهزة حماية والكهرباء ما تطفى خط مستمر 24 ساعة. فإحنا وعندنا محرار داخل الثلاجة وداخل الفريزرات يقرأ درجة الحرارة ونشيكها بشكل مستمر. شفنا يمكن الفريزرات هي تشبه فريزر المنزل يعني، فأقصد أنه الكمية اللي تجيكم إيش قد تحتاج كم فريزر من هذه؟ الكمية اللي تجينا هي مو إيش قد تحتاج كم فريزر، بس إحنا مدى نجيب كميات كبيرة، يعني مدى يسلمونا كميات كبيرة حتى على قد هاي الأيام. يعني اللقاح مو ينحفظ يمي مثلا أبقى حافظت الأسبوعين، يعني أني اللقاح بالضبط اللقاح ده يجيني خلال 3 أيام لقاح فايزر يخلص، تبقى كمية إحنا نصرفها يعني بالضبط أول بأول ده تنصرف الكمية، مدى يبقى لقاح يبقى 10 أيام أسبوعين ماكو هذا الشيء. فإحنا لو محفوظ بالفريزرات اللي هي خاصة الموجودة بالمستشفيات المخصصة للقاح فايزر ومن نستلمه بالمراكز الصحية طريقة الحفظ ما التآمل لأنه ده ينصرف بوقت سريع. إذا نطمن الناس أنه فايزر متعوب عليه والناس هنا ده يأدون كل واجبهم وده يسوون كل شيء متاح حتى يحافظون على هذا اللقاح. باقي اللقاحات يعني احنا بس احب اضيف فقره، احنا دا نعمل باقصى جهد عندنا وباقصى ما يمكن حتى نحافظ على اللقاح وحتى نقدم اللقاح انه بدون اي خلل بدون اي مشكله تحدث به. باقي اللقاحات عندنا لقاح الاسترازينيكا البريطاني واللقاح الصيني السينوفارم، يعني همينا اللقاحات ما تقل عن لقاح فايزر. موضوع التبريد يمكن اقل، موضوع التبريد اقل من هذا الشيء، يعني انه بالثلاجات الاعتياديه تنحفظ وماكو مشكله بيها ايضا، يعني اللقاح دين حل وننطي للاشخاص وماكو اي مشكله بالموضوع. يعني كمركز صحي وحضرتك مسؤوله، حدثت عندكم اصابات مثلا او اعراض جانبيه او احد لقح ورجع لكم بمشكله معينه صحيه؟ والله يعني شوف احنا ايش قد صار، قلت لك انه لقحنا اكثر من 3000 شخص يعني صار لي حد الان،
ما حدث فد آثار جانبية حقيقية. الآثار الجانبية هي مثلاً اللي نقول مثل أي لقاح، حس أنت اليوم أي لقاح، إذا لقاح الإنفلونزا الاعتيادي تأخذه راح يصير عندك ألم بموضع الحقن، ممكن صخونة، تعب، نحول، يعني هذا أي لقاح، أو حتى لقاحات الأطفال الاعتيادية الحصبة والمختلطة وإلى آخره من هاللقاحات، يعني كل لقاح، وإحنا حتى نقول بالعامية اللقاح ما دام مثلاً تأذى يعني اللقاح اشتغل، فهاي الأعراض طبيعية يعني. بس هو لقاح الكوفيد 19 شوية الأعراض الجانبية ما تتكون أقوى، هذا الشيء، بس كأعراض جانبية حقيقية أو شخص تأذى صار لفت شيء ما سجلنا يعني، إلا قسم مثلا أكوش كم شخص صارت عندهم حساسية من اللقاح، وهي موجودة يعني في النسبة ضئيلة جدا جدا، وموجودة بأي لقاح، وموجودة حتى للأدوية الاعتيادية، أنه أكو كم شخص يصير عنده حساسية من دواء، أكو بعض الأشخاص عندهم حساسية من مادة غذائية، هذا شيء طبيعي يعني، ما يعتبر أعراض جانبية للقاح. شكرا دكتورة سارة، شكرا أنه انطيتونا هالمعلومات وهالوقت هذا اللي يمكن أخذنا من وقتكم اليوم، شكرا. نشكركم، احنا نشكر وجودكم ويانا. شكركم. إذا يعني كانت هذه حلقتنا اليوم توعية وتثقيف بموضوع ضرورة أخذ اللقاح. نعتمد اليوم على وعينا، نعتمد اليوم بأن الكل ضروري يأخذون اللقاح، يعني كافي تردد، خلونا نكون إيجابيين ونخطي الخطوة. سمعنا كل التطمينات والكلام واقعي، يعني أنا قبل التصوير، قبل ما أبلش تصوير، تحدثت مع الأطباء أنه احكوا لي الصراحة، احكوا لي الحقيقة، يعني ما نريد أي مجاملة، ما نريد نضم شيء على الناس. ومن سألناهم أثناء اللقاء الصحفي أنه أو اللقاء حلقتنا أنه هل أكو إصابات، هل أكو أعراض، هل أكو ناس عندها شكت من مشاكل، حالات وفيات، أكدوا أنه هذا الشيء ما موجود وهذا فعلا. فخلونا نكون إيجابيين وخلونا نتوجه إلى اللقاح. انتهت حلقتنا اليوم من بلا عنوان، انتظرونا في عنوان قادم، إلى اللقاء.